رئيس الوزراء يعلن الانتهاء من تخفيف الأحمال في أنحاء الجمهورية بعد تدبير احتياجات الدولة من المواد البترولية. إسرائيل تعلن شن سلسلة هجمات على أهداف لحزب الله في لبنان بهدف خلق وقع أمني جديد. مصر ترحب بالقرار الأممي بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال 12 شهراً، ورام الله تطالب بتنفيذ القرار بشكل فوري. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تستهدف أن تكون هناك تنمية لعدد من المناطق على ساحل البحر الأحمر بهدف دخول الدولة في استثمارات كبيرة واكتساب استثمارات أجنبية. ولفت مدبولي إلى أنه تم إصدار قرار بتشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مؤكدا أهمية احتضان الشركات الناشئة. على سياق نفس الموضوع الاستثمار، أثير موضوع راس بناس، وتقال هو مصر صحيح بتطرح منطقة راس بناس للاستثمار وحيبقى فيه توجه. اللي عايز أقوله لحضراتكم، مش راس بناس بس، احنا محددين من 4 إلى 5 مناطق كبيرة على ساحل البحر الأحمر، ودول إن شاء الله يعني بنستهدف أن يكون عندنا تنمية في هذه المناطق على غرار اللي اتعمل كمراكز كبيرة جدا تنموية، زي الصفقة اللي اتعملت في راس الحكمة، أو إن احنا كان رؤيتنا إن يحصل فيهم تنمية متكاملة، وكل واحدة من الخمس مناطق دول هيبقى في قوام مدينة. فبالتالي احنا الحاجات دي كلها إن شاء الله هتطرح، لأن الهدف كله إن الدولة المصرية تدخل في شراكات كبيرة وتجتذب استثمارات أجنبية مباشرة لتنمية هذه المناطق الواعدة جدا من ناحية السياحية والتنموية، وتبقى كل دي فرصة لجذب استثمارات وجذب فرص عمل، وتخلق حراك كبير جدا في الاقتصاد المصري في خلال الفترة الجاية، منهم بالتأكيد راس بناس دي واحدة من هذه المناطق. فأنا عايز بس أكد إن هي مش راس بناس بحدها، ولكن هناك العديد من المناطق الأخرى اللي رؤية تنموية إن في كل منطقة من دول يبقى تنمية عمرانية متكاملة فيها كل الأنشطة، يبقى في مطار، يبقى في ميناء، يبقى في مراين للسياحة الدولية. فهي تنمية متكاملة إن شاء الله بتحصل في هذه المناطق. الحقيقة أيضا يعني أصدرت قرار بتشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ودي كانت يعني من آخر مجموعة كنت بعد التعديل التغيير الوزاري قلنا هنعمل مجموعات وزارية مهمة. موضوع ريادة الأعمال واحتضان الشركات الناشئة شيء مهم جدا جدا جدا، وإحنا إن شاء الله الفترة الجاية بنفعل هذا الموضوع. كما أكد مدبولي أن انقطاع الكهرباء لن يعود مرة أخرى، مشيرا إلى أنه تم تأمين الشحنات اللازمة لضمان عدم انقطاع التيار مرة أخرى خلال الفترة القادمة. احنا كنا شغالين على تأمين كل احتياجات الدولة عشان ما نرجعش تاني نقطع كهرباء، وعشان كده النهاردة أنا واقف قدامكم عشان أقول له حضراتكم وأقول كل المصريين، لن نقطع الكهرباء مرة أخرى، لن يعود انقطاع الكهرباء مرة أخرى. الدولة المصرية على مدار الفترة اللي فاتت دي كنا عمالين ندبر الشحنات مش عشان الصيف، ولكن عشان نؤمن الشحنات لضمان استمرار هذه الخدمة وعدم انقطاعها. أنا عايز بس أقول لحضراتكم عشان الناس ممكن ما تكونش متخيلة مدى العبء. حضراتكم تتذكروا لما وقفت قدام حضراتكم وإحنا في الصيف وكان حصل يعني زيادة للانقطاعات، وقلت إن إحنا هندبر بصورة مبدئية 1,180,000,000 دولار عشان نعدي بيهم الصيف. الرقم اللي احنا فعليا استخدمناه عشان نعدي فترة الصيف تجاوز 2.5 مليار دولار. الدولة دبرتهم علشان نضمن ان ما نقطعش كهرباء في الصيف. كما قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن سرقة التيار الكهربائي ظاهرة منتشرة بشكل كبير، وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تنفذ حملات رقابية لضبط سرقة الكهرباء. بشكر حضرتك على الموضوع الخاص بظاهرة سرقة الكهرباء،
وللأسف دي يعني أنا من غير تزويق للكلام ظاهرة سلبية بقت منتشرة موجودة عندنا. وحضرتك إحنا بنتكلم على ملايين الحالات سنويا، وللأسف ده بيؤدي إلى إن جزء كبير من القدرات المولدة بتهدر على الدولة. أنا عايز أقول لحضراتكم يعني إحنا لو نصف هذه الحالات مش موجودة ما عندناش مشكلة في أي حاجة، ولا إن إحنا نحتاج لتدبير موارد إضافية للكهرباء ولا الكلام ده كله، لأن على الأقل هيبقى بناخد الموارد المالية اللي قصاد هذا الكلام ونقدر كدولة ندبره ونعمل بيه هذا الموضوع. فبالتالي هي ظاهرة سلبية ومحتاجين كمواطنين نعي. إذا كنت حضراتكم يعني بناخد بنفتكر إن الموضوع مصلحة شخصية مباشرة إن أنا ما بدفعش فاتورة الكهرباء، هي هتسمع معاك في حاجات تانية. هذا وأكد رئيس مجلس الوزراء استمرار الحكومة في دعم أنبوبات البوتاجاز، مشيرا إلى أن قرار تحريك الأسعار كان صعب لكنه ضروري. كما أوضح مدبولي أن الدولة تستهلك 280 مليون أنبوبة غاز سنويا، مؤكدا دعم الدولة للمواد البترولية. أنبوبة البوتاجاز، إحنا النهاردة مصر بتنتج أو استهلاكها 280 مليون أنبوبة، 280 مليون أنبوبة سنويا. تكلفة بتاعت الأنبوبة 340 جنيه، إحنا كانت ب100 جنيه، فبالتالي في 240 جنيه دعم. لما حضرتك تضربيهم في 280 مليون أنبوبة هيطلع أكتر من 60 مليار جنيه، جنبا إلى جنب مع دعم المواد البترولية، جنبا إلى جنب مع الكهرباء. وهيتقال الله انت الكهرباء مش مدعومة، انتوا حاطين دعم للكهرباء 2 مليار بس في الموازنة، فإيه الأرقام الكبيرة اللي انت بتقولها؟ لا، في خسائر بتحققها شركات الكهرباء نتيجة لأنها بتحط بسعر أقل من التكلفة الحقيقية بتاعتها. في النهاية شركة الكهرباء دي ما هي شركة المفروض تدار بمنظور اقتصادي، بتيجي على المالية وتقول لها لو سمحت ادوني بخسائر. We'll be right back.
كما ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات. وخلال الاجتماع أكد مدبولي حرص الحكومة على المضي في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وضمان الإدارة المثلى لأصول الدولة. كما أثنى رئيس الوزراء على الجهود التي بذلتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية في الصناعات المستهدفة، والتي أثمرت عن افتتاح مصنع بيكو للأجهزة المنزلية، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات وتيسيرات واسعة أسهمت في جذب كبريات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية. استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الترتيبات الجارية لأعمال استضافة الدورة 12 للمنتدى الحضري العالمي والمقرر انعقاده بالقاهرة في الفترة من 4 حتى 8 من نوفمبر القادم. وخلال اجتماع مجلس الوزراء أكدت وزيرة التنمية المحلية منى العوض أن المنتدى الحضري العالمي يعد المنصة الأولى في العالم التي تتعامل مع القضايا الحضرية في سبيل التحضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يمثل العديد من الفرص المتاحة أمام مصر في ظل انعقاد دورته 12 بالقاهرة. هذا وقد أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المنتدى يهدف لإظهار قدرة مصر على استضافة منتدى أممي رفيع المستوى بعد انعقاد مؤتمر المناخ COP27، كما يعكس قوة الاستقرار الذي تتمتع به مصر في العديد من الأصعدة. وخلال اجتماع مجلس الوزراء استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت جهود الوزارة لخفض الفقد في شبكات توزيع الكهرباء. وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه بداية من الشهر الماضي وحتى الأسبوع الأول من الشهر الجاري تم تحرير نحو 513,771 محضرا لسرقة التيار الكهربائي، بمعرفة الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بحجم طاقة يصل إلى 154.977 مليون كيلوات في الساعة، فضلا عن تحرير 116,164 محضرا خلال نفس الفترة، بمعرفة الضبط القضائية لشركات توزيع الكهرباء بحجم طاقة يصل إلى 115.26 من الألف مليون كيلوات في الساعة. هذا وأشار إلى أنه تم تركيب أكثر من 186,000 عداد كودية، ويجرى تنفيذ مشروع لتركيب نحو 270,000 عداد ذكي لمحطات المحولات والموزعات وكبار المشتركين على الجهد المتوسط.
أصدر مجلس النواب ردا على ملاحظات نقابة الصحفيين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأكد النواب أن رده استند إلى أحكام الدستور ومبادئ المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقد، ورعي فيها أصول الصياغة التشريعية والقواعد الراسخة في علم القانون. كما شدد مجلس النواب على ضرورة قراءة مواد الدستور وفق ما استقر عليه قضاة المحكمة الدستورية العليا باعتباره وحدة واحدة كما يكمل بعضه بعضا، وطالب بضرورة الموازنة بين حق المجتمع في العقاب وعدم إفلات الجناه، وبين ضمان حقوق وحريات الأفراد دون أن يتغول أحدهما على الآخر. كما أكد المجلس أن النيابة العامة هي جزء لا يتجزأ من القضاء وفقا للمادة 189 من الدستور، وفكرة التشكيك في عمل النيابة العامة وضرورة وجود رقابة قضائية عليها تمثل إخلالا بأحكام الدستور. كما أكد مجلس النواب أن بعض مقترحات نقابة الصحفيين تنطوي على شبهات عدم دستوريتها، وبعضها يمثل مساسا بحق المتهم في الدفاع عن نفسه. شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال المؤتمر 12 لرؤساء البرلمانات الإفريقية والمنعقد في مقر البرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا. وخلال كلمته في المؤتمر المنعقد تحت عنوان تعليم إفريقي يواكب القرن 21، أكد جبالي أن التحديات العالمية تفرض على القارة الإفريقية السعي الحثيث نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مصر قد سخرت كافة خبراتها في مجالات التعليم ومراحله المختلفة من أجل دعم قدرات الشباب الإفريقي. كما أشار إلى أنها خصصت منحا للدارسين الأفارقة في المرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا في مختلف التخصصات. أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أنه تعرض لضربة كبيرة أمنية وإنسانية وغير مسبوقة بتاريخ لبنان. واعتبر نصر الله أن ما حدث في هجوم يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين بأنه يعد بمثابة إعلان حرب، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال من خلال تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية قد تجاوزت كل القوانين والضوابط والخطوط الحمراء. كما شدد الأمين العام لحزب الله أن تلك الضربة رغم ضراوتها لن تسقط عناصر حزبه ولا مشروعه الخاص، منوها إلى أنه شكل لجان لتحقيق في الأمر داخليا حول أجهزة الاتصال من المنتج إلى لحظة التفجير للوقوف على ما حدث. هذا وقد قامت قوات الاحتلال بالتحليق بمقاتلتها على ارتفاع منخفض فوق بيروت لمرتين أثناء خطاب نصر الله. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن سلسلة هجمات على أهداف لحزب الله في لبنان. وأوضح جيش الاحتلال أن رئيس الأركان هرتسي هليبي قد صادق على الخطة العسكرية للجبهة الشمالية مع لبنان، مشيرا إلى أنه يهاجم أهدافا لحزب الله بهدف خلق واقع أمني جديد. هذا وأفادت مصادر صحفية إسرائيلية أن هدف حكومة نتنياهو من عملياتها في لبنان هو إعادة سكان مستوطنات الشمال إلى منازلهم. ثلاثة أهداف أعلنتها إسرائيل في بداية حربها على غزة، أهمها إنهاء حكم حماس في قطاع غزة وإعادة المحتجزين بغزة وضمان عدم تشكيل قطاع غزة لتهديد لأمن إسرائيل في المستقبل. ثم يأتي قرارها الجديد بتوسيع أهداف الحرب، مما يعني عدم سماح لحزب الله أو ترسانته العسكرية بالبقاء على حدودها الشمالية.
وسعت إسرائيل أهداف حربها هذا الأسبوع للتركيز على حزب الله، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي آف جالاند أن مركز ثقل الحرب سينتقل إلى الشمال، في إشارة إلى الجبهة المفتوحة مع حزب الله اللبناني في موازاة الحرب المستمرة مع حركة حماس في قطاع غزة. يؤاف جالاند خلال زيارة لقاعدة جوية إسرائيلية قال إنه يعاد توزيع الموارد للتركيز على الجبهة الشمالية، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لم ينس أهدافه في غزة. وأدلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هيرتزي هاليفي في بيانين منفصلين أدليا بتصريحات تصب في التوجه نفسه لمواقف جالاند. وقال نتنياهو في بيان أصدره مكتبه إنه عازم على إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان. من ناحيته أوضح هاليفي أن الجيش سيخلق الظروف الأمنية التي تعيد السكان في الشمال إلى منازلهم بمستوى عال من الأمن. وجاءت تصريحات القادة الإسرائيليين في وقت وقعت فيه موجة انفجارات جديدة الأربعاء طالت أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها حزب الله في لبنان، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات وفق أرقام نشرتها وزارة الصحة اللبنانية. وفي حين كان التركيز في الحرب على غزة، فإن تبادل إطلاق النار المستمر بين القوات الإسرائيلية وحزب الله أرغم عشرات آلاف السكان على جانبي الحدود على ترك منازلهم في وقت واصلت فيه التحذيرات من اتساع الصراع في الشرق الأوسط. وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير أجهزة الاتصالات إلى 37 قتيلاً وألاف الجرحى. وخلال مؤتمر صحفي أشاد وزير الصحة اللبناني بحملة التضامن مع الدول العربية مع لبنان، مشيراً إلى أن الجهاز الطبي والتمريضي عمل على أكمل وجه خلال الاعتداءات الأخيرة. بالإضافة إلى هالجهود هيدي الطيبة اللي بذلوها العاملين في القطاع الصحي، شفنا كذلك موجة دعم وتضامن خارج نطاق لبنان. وحقيقة نحن اليوم عم نكرم مستقبل مبادرة كتير كريمة، طبعا عم بيقوم فيها أشقائنا أخواننا العرب في دول الجوار وغيرها. وكذلك يعني أنا بدي أقول بإحدى يعني دعائم العمل في القطاع الصحي النائي نسرين الأشقر، اللي حقيقة كانت يعني إن كان عبر عملها النقابي سابقا أو عبر عملها باتحاد الجمعيات يعني البصريين في العالم العربي، عم بتكون دائما تحمل همين، أكيد هم المهنة ولكن كذلك هم لبنان. وأنا بتصور إنه هالمبادرة اللي حتعلنا اليوم يعني حقيقة هي أمر مهم لنا، ونحن في لبنان أكيد دائما يعني مقدرين لكل هالمبادرات، إن كان من إخواننا العرب أو من أبنائنا اللي هن بأي مركز كانوا فيه عم بيحاولوا جهدهم يقدموا لبلدهم ولبلد ولمجتمعهم. We'll be right back.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن على مجلس الأمن أن يتخذ موقفا حازما لوقف العدوان الإسرائيلي والحرب التكنولوجية على لبنان. من جانبها نفت شركة آيكوم اليابانية علاقتها بالأجهزة اللاسلكية المستخدمة في التفجيرات، مؤكدة أنها أوقفت تصنيع هذا الطراز منذ 10 سنوات. في الوقت الذي اعتبر فيه حزب الله استخدام أجهزة البيجر بمثابة إجراء دفاعي هربا من التجسس والرصد، كانت هذه الأجهزة في إسرائيل بمثابة أزرار يمكن الضغط عليها عندما يحين الوقت المناسب. كيف استطاع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي زرع مادة متفجرة في الآلاف من أجهزة البيجر قبل وصولها إلى أيادي أعضاء حزب الله في لبنان؟ وكيف نجح في تنفيذ موجتين من التفجيرات عن بعد بالبيجر تارة وبالأجهزة اللاسلكية تارة أخرى؟ أسئلة لا تزال تبحث عن إجابات. بحسب مصادر استخباراتية أمريكية، بدأ شحن أجهزة البيجر إلى لبنان في صيف عام 2022 بأعداد صغيرة، لكن الإنتاج زاد بسرعة بعد أن حضر زعيم حزب الله حسن نصر الله استخدام الهواتف المحمولة سهلة التتبع، وقرر الاعتماد على أجهزة منخفضة التقنية مثل البيجر، فزاد توريد شحنات أجهزة البيجر إلى لبنان حيث وصلت الآلاف منها ووزعت على أعضاء حزب الله. في بادئ الأمر تم ربط تلك الأجهزة المتفجرة بشركة تايوانية، وهو ما نفته الشركة المصنعة بعد ذلك، وأكدت أن الأجهزة التي كانت بحوزة عناصر حزب الله في لبنان صنعت بواسطة شركة مقرها بودابست لديها ترخيص لاستخدام علامتها التجارية. وتشير تقارير صحفية وإعلامية عدة إلى أن تلك الشركة المجرية ما هي إلا واجهة لإسرائيل، مما يعني أن تل أبيب حققت اختراقا كبيرا ليس لحزب الله فقط بل للشركة المصنعة لأجهزة البيجر أيضا. وفيما يتعلق بالأجهزة اللاسلكية المتفجرة في لبنان، قالت شركة آيكوم اليابانية إنها أوقفت قبل حوالي 10 سنوات تصنيع طراز أجهزة اللاسلك المتفجرة. وأوضحت الشركة في بيان أن طراز ICV-82 هو جهاز لاسلكي محمول كان ينتج ويصدر إلى مناطق منها الشرق الأوسط من عام 2004 إلى أكتوبر 2014، وقد أوقف إنتاجه قبل 10 سنوات تقريبا، ومنذ ذلك الحين لم يتم شحنه من جانب الشركة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جنديين وإصابة 9 آخرين قرب تل حاي بالجليل الأعلى إثر إطلاق قذيفتين من جنوب لبنان. وقال حزب الله اللبناني إن مقاتلي استهدفوا نقطة تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المرج وأوقعوا عددا من القتلى والجرحى الإسرائيليين. في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مخزن سلاح تابعا لحزب الله في الخيام ومناطق أخرى في جنوب لبنان. أكدت الولايات المتحدة أهمية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وعودة المحتجزين لدى حركة حماس وإيجاد حل دبلوماسي دائم للصراع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية يسمح للمدنيين على الجانبين بالعودة إلى ديارهم. وفي بيان أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي يواف جالانت لمراجعة التطورات الأمنية والإقليمية. هذا وأكد أوستن التزام الولايات المتحدة بردع الخصوم الإقليميين والجهود الرامية إلى تهدئة التوترات في جميع أنحاء المنطقة.
رحبت مصر بقرار الأمم المتحدة حول اعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية الناتجة عن الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية. واعتبرت الخارجية أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرا هو انعكاس للتأييد الواسع للمجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وكافة مظاهره غير القانونية، مشددة على ضرورة تضافر الجهود الدولية للعمل على استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وتفعيل حل الدولتين. في قرار غير ملزم أثار غضب إسرائيل، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار صاغته فلسطين يطالب تل أبيب بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا. القرار الأممي حصل على 124 صوتا مؤيدا، فيما امتنعت 43 دولة عن التصويت، وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة واثنتا عشرة دولة أخرى ضد القرار. مشروع القرار يؤيد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، وجاء فيه إن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب إسرائيل منها. وفي حين يؤكد الرأي الاستشاري الصادر من أعلى محكمة في الأمم المتحدة أن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث في أسرع وقت ممكن، فإن مشروع القرار يحدد جدولا زمنيا على مدى 12 شهرا للتنفيذ. ويدعو قرار الجمعية العامة الدول أيضا إلى اتخاذ خطوات نحو وقف استيراد أي منتجات منشأها المستوطنات الإسرائيلية، فضلا عن توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والعتاد ذي الصلة بإسرائيل، إذ توجد أسباب للاشتباه في أنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وهذا أول مشروع قرار تتقدم به السلطة الفلسطينية رسميا منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية، منها مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة والحق في اقتراح مشروعات قرارات. وعلى الرغم من أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزما، إلا أنه سيكون له ثقله بموجب القانون الدولي، وقد يضعف الدعم المقدم لإسرائيل. وكذلك الحال بالنسبة لقرارات الجمعية العامة، فهي غير ملزمة إلا أنها تحمل ثقلا سياسيا. وفي رد فعل على القرار، طالب المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور دول العالم بأن تقف مع ما وصفه بالجانب الصحيح من التاريخ والقانون الدولي والسلام. أما المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة فقد انتقد القرار معتبرا أنه قرار مخزن على حد وصفه. هذا الإجراء من شأنه أن يضع إسرائيل في عزلة قبل أيام من توافد زعماء العالم على نيويورك للمشاركة في دورة الانعقاد السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة. دعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي لسرعة تنفيذ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار قدمته دولة فلسطين يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً. وطلبت الوزارة في بيان صادر عنها بالشروع الفوري في تنفيذ القرار بما يضمن إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين كمدخل وحيد لتحقيق السلام وأمن واستقرار المنطقة والعالم. هذا وقد أدانت الخارجية الفلسطينية حملة الاستيلاء واسعة النطاق التي توصلها سلطات الاحتلال بحق الأراضي الفلسطينية في عموم الضفة الغربية المحتلة. We'll be right back.
يعقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لقاء مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في أول زيارة له لإسبانيا منذ اعترافها رسميا بدولة فلسطين. وتأتي زيارة الرئيس الفلسطيني بدعوة من إسبانيا قبل أن يتوجه إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا ومن المقرر أيضا أن يعقد عباس خلال الزيارة لقاء مع ملك إسبانيا فليبي السادس لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى آخر التطورات على الساحة الفلسطينية. ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن إسرائيل تعد مقترحا جديدا ستقدمه إلى الوسطاء يقضي بإعادة جميع المحتجزين دفعة واحدة. ووفقا للإذاعة الإسرائيلية فإن المقترح الإسرائيلي يقضي في المقابل بالموافقة على خروج زعيم حركة حماس يحيى السنوار وآخرين من غزة عبر ممر آمن. كما ينص المقترح الإسرائيلي على إنهاء الحرب وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين. الله أكبر. مجد حبيب ورا حبيب، مجد غالي ورا غالي، صدمة ورا صدمة، كاسمور ورا كاسمور. قصفوهم أين ما درينا عنهم إلا هم يوم مقطعين شقف يا خير. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد فلسطينيين في قصف طائرات الاحتلال مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، فضلا عن استشهاد 5 آخرين إثر قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة عزام في جبلية البلد شمالا. هذا وأصيب عدد من الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال جراء إلقاء طائرة الاحتلال من نوع كواد كابتر قنبلة في المخيم الجديد شمال النصيرات وسط القطاع. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 35 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة. وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير بأنه من بين المعتقلين امرأة وصحفي وفلسطيني مريض بالسرطان، بالإضافة إلى معتقلين سابقين أفرج عنهم قبل فترة وجيزة، منهم جمال الهندي الذي أمضى 22 عاما في سجون الاحتلال. وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة قلقيلية، فيما توزعت بقيتها على محافظات رام الله وبيت لحم وجنين ونابلس والقدس المحتلة. هذا وقد أوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء الحرب بلغ أكثر من 10,800 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس. ما زالت حركة الشاحنات الإغاثية إلى غزة تتذبذب يوما تلو الآخر. ففي ختام هذا الأسبوع عبرت إلى كرم أبو سالم 29 شاحنة إغاثة، عاد منها نحو نصف العدد ومعظمها كانت بنفس الجولة. ورغم التنسيق مع الجانب الإسرائيلي بخصوص عدد الشاحنات وحمولتها، إلا أن سياسة الاحتلال تمارس تعنتا ضد المجتمع الدولي ومنظماته الإغاثية فيما يقدم للفلسطينيين من مساعدات إنسانية. المزيد مع الزميل باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري.
أحييكم من أمام معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة، وفي ختام اليوم رقم 49 بعد 300 على بدء حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة ينقضي هذا اليوم ويختتم به هذا الأسبوع، والذي شهد انخفاضا حادا في حركة الشاحنات المقبولة لدى الجانب الإسرائيلي في معبر كرم أبو سالم، فقد بدأ هذا الأسبوع بقبول شاحنتين إغاثيتين فقط من نحو 17 شاحنة يوم الأحد، ليكون اليوم هو المتمم للأسبوع ب 29 شاحنة قبل منها 15 شاحنة ورجعت 14 شاحنة من دون أن تقبل. وفي جانب سيارات الوقود، وبخصوص سيارات الوقود، كان هناك اليوم 9 شاحنات وقود، 5 منها سولار و4 غاز، تم قبولها وأفرغت شحناتها في الجانب الآخر. هذا الأسبوع شهد انخفاضا حادا في وتيرة ما يتم قبوله من مساعدات إغاثية، وهو دأب الجانب الإسرائيلي في الفترة الأخيرة في عرقلة دخول المساعدات، رغم أنه يتم التنسيق معه وبين الجهات المعنية بدخول سيارات الإغاثة بعددها وبشحناتها وبما تحمله من مواد إغاثية، ولكنه لا يبالي بالاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ولا يبالي بنداءات المجتمع الدولي بضرورة أن يتم فصل المدنيين عن أي اقتتال أو أي صراع، ولكن هو لا يفرق بين أحد وآخر. الجميع لدى الجانب الإسرائيلي مستهدف بشتى أنواع الاستهداف، ومنها الاستهداف بالتجويع ومنع وصول المساعدات الإغاثية إليه. انتهى هذا اليوم، وغدا الجمعة لا توجد مساعدات نستطيع أو يتم مرورها إلى الجانب الإسرائيلي، ويوم السبت أيضا بسبب الأجازة الأسبوعية في الجانب الإسرائيلي، ومن ثم يبقى الجانب الفلسطيني من دون مساعدات يومي الجمعة والسبت، ليتم استئناف حركة مرور الشاحنات مرة أخرى يوم الأحد مع تعنت جديد للجانب الإسرائيلي في قبول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. من أمام معبر رفح البري، بسمة أبو العنين، تلفزيون مصر. نشرة السادسة تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع واشنطن. أهلا مجددا. توجه وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي إلى واشنطن في زيارة ثنائية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع الجانب الأمريكي، بالإضافة إلى التشاور حول أبرز القضايا الإقليمية. ومن المقرر أن تشهد الزيارة عقد لقاءات مكثفة مع عدد من أعضاء الكونغرس ومبعوثي الولايات المتحدة المعنيين بقضايا وأزمات الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى مشاركة في مائدة مستديرة لأحد أهم مراكز الأبحاث الأمريكية. هذا ويشارك وزير الخارجية أيضا في الشق رفيع المستوى من أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. اعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوافق الآراء قرار انتخاب مصر لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة من سبتمبر 2024 إلى سبتمبر 2026. وأعرب مندوب مصر الدائم لدى وكالة السفير محمد نصر عن امتنان مصر للثقة والتي وضعتها فيها المجموعة الإفريقية بالوكالة للترشح عن المجموعة العضوية مجلس المحافظين، متعهدا بأن تعمل مصر على الدفع بأولويات القارة الإفريقية فيما يتعلق بعمل الوكالة، مشيرا إلى دعم مصر لدور الوكالة في مجال الأمن والأمان النوويين والدفع بجهود إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية في ضوء الأولوية التي توليها مصر لهذا الملف ولتأثيره المباشر على استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط.
في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، قامت وزارة الداخلية بتوزيع الحقائب المدرسية على الأسر بالمناطق الأولى بالرعاية بمختلف مديريات الأمن بمناسبة العام الدراسي الجديد. في كل شبر في مصر تلقى واحد مننا يسهر عشاننا ويفضي روحه همه همه. فرحانه ان الهديه من الريس، وفرحانه ان هو فاكرنا في كل حاجه. يا بلادي يا بلادي تعيشي يا بلادي. كنت محتاجه جدا عشان مثلا اكتب واجبي وابص في الكتاب زي زمايلي. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. تواصل وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الأمن لدعم قاطين المناطق الأولى بالرعاية بكافة المحافظات من خلال توزيع حقائب مدرسية بمشتملاتها على قاطين تلك المناطق بمناسبة العام الدراسي الجديد، انطلاقا من الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. يا ريس عشان انت كل سنة بتفتكرنا بتجيب لنا شنط الفيوك. فتحت الشنطة لقيت فيها أدوات المدرسة كلها، وشكرا لك يا ريس شكرا لك. كلنا بنحب الريس، وتحيا مصر تحيا مصر. بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو جه وفرحنا هنا في الشرقية وجاب لنا شنط الأولاد وفرح الأولاد. أنا فرحانة إن الظباط جم ليا ووزع علينا شنط المدرسة. ربنا يخلي الريس وفاكرنا وفاكر الغلابة، وتحيا مصر. شكرا سيادة الريس، تحيا مصر تحيا مصر. في كل شبر في مصر تلقى واحد مننا يسهر عشاننا. شكرا يا سيادة الريس، تحيا مصر تحيا مصر. وضحايا يا ريس، وربنا يخليك لينا ودايما بتوحدنا ومضر مش ناسينا يا ريس. في كل خطوة قصاده تبقى مصر الاختيار، وفي عز برد الليل بيحرس لطلوع النار. إشادة كبيرة من الأهالي بهذه القوافل الإنسانية التي تدعمهم بها وزارة الداخلية، وتقدير لدور الوزارة في الاستمرار في دعمهم ومسانداتهم على مدار العام، بخاصة في المناسبات التي تزداد فيها الأعباء على الأسر المصرية. يا بلادي يا بلادي تعيشي يا بلادي. يا بلادي يا بلادي تعيشي يا بلادي. نفديك يا بلادي. متشكرين فكر الرئيس منها فكر ليا وفكر الأولاد ليا ومهتم بيهم. متشكرين يا ريس على الهدية اللي جبتها لنا وفاكرنا وفاكر العيال الصغيرة، واحنا متشكرين قوي على الدعم اللي عملتولنا. ومهما زاد الحمل كان قد التحدي، بطولة دايما وانتصار. يا بلادي يا بلادي. انا بحب الريس جدا لانه بيفتكرنا كل سنة، وبيجيب لنا في الغربية شنط جميلة للمدرسة، وبنروح بيها المدرسة ويكون فيها موجود كل الأدوات المدرسية. وأنا بحب الريس جدا جدا جدا. يا بلادي.
شكرا يا ريس، ما نتحرمش منك ان انت جبت لنا شنط لعيالنا وفاكرنا وقدرتنا وجيتوا لحد عندنا. يتواصل الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية في دعمها للمواطنين بكافة المحافظات، حيث تحرص الاستراتيجية الأمنية على إعلاء القيم الإنسانية والاجتماعية وبناء جسور من التواصل والتفاعل مع المجتمع. الرئيس دايما فكرنا مش ناسينا ودايما معانا وعلى طول بيجيب لنا حاجات حلوة. والآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال. أخبار الاقتصاد مع رجائي رمزي. إليك رجائي. شكرا لك هبة، شكرا لك دينا. مشاهدين أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه النافذة الاقتصادية. أعلنت وزارة المالية اتخاذ الوزارة الإجراءات التنفيذية لتطبيق مفهوم موازنة الحكومة العامة، تشمل الإجراءات استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة العامة للدولة لمتابعة وتحليل الأداء المالي للهيئات الاقتصادية ومتابعة تحقيق المستهدفات المالية للحكومة العامة، بالإضافة إلى تطوير إعداد وتنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية. احتفلت البورصة المصرية ببدء تداول أسهم شركة الدولية للأسمدة والكيماويات بالسوق الرئيسية لتشجيع الاستثمار المؤسسي وتحسين بيئة التداول. كما نجحت إدارة البورصة المصرية في جذب شركات جديدة للقيد منذ بداية العام، وانتقل عدد من الشركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية. أنهت البورصة المصرية تعاملات نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات الشراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه، فيما ربح رأس المال السوقي 33 مليار جنيه عند مستوى تقريبا 2 تريليون جنيه. على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة بلغت 1.96% مغلقا عند مستوى 30937 نقطة، فيما قفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 0.43% مغلقا عند مستوى 7100 نقطة، فيما صعد مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 0.82% مغلقا عند مستوى 10069 نقطة. أكدت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي الصيني، أكدت أن البنوك التجارية في الصين شهدت عجزا في صافي تسويات النقد الأجنبي بقيمة بلغت 8.7 مليار يوان، حوالي 1.23 مليار دولار أمريكي، وذلك في أغسطس الماضي. فيما أوضحت الهيئة أنه في أغسطس الماضي أيضا وصلت التجارة الخارجية الصينية اتجاهها نحو الصعود، حيث زاد صافي تدفق الأموال عبر تجارة السلع بنسبة 11% على أساس شهري، بينما استمر نمو صافي رأس المال المتدفق إلى سوق السندات المحلية في الصين، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يحافظ سوق النقد الأجنبي في الصين على عمليات مستقرة مدعوما بالانتعاش الاقتصادي السليم للبلاد وأيضا المرونة السوقية المتزايدة. مشاهدينا، نهاية نافذتنا الاقتصادية، عودة مجددا إلى دينا وهبة، فإليكم. شكرا لك رجاء رمزي.
نهاية النشرة، تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. رئيس الوزراء يعلن الانتهاء من تخفيف الأحمال في أنحاء الجمهورية بعد تدبير احتياجات الدولة من المواد البترولية. إسرائيل تعلن شن سلسلة هجمات على أهداف لحزب الله في لبنان بهدف خلق واقع أمني جديد. ومصر ترحب بالقرار الأممي بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال 12 شهراً، ورام الله تطالب بتنفيذ القرار بشكل فوري. وصلنا معكم إلى ختام نشرة السادسة، شكراً لكم وإلى اللقاء.